هالمرحلة كانت مرحلة مهمة لأنه صدر عدد كبير من الصحف خصوصا في جبل لبنان. أول جريدة صدرت بلبنان بمعنى الجريدة كانت حديقة الأخبار لخليل الخوري عام 1858. ثم الجريدة الثانية واللي استمرت أكبر نسبة من السنين هي لسان الحال لخليل سركيس عام 1877. منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت الصحف تصدر في المهاجر. اللبنانيون الذين هربوا من الظلم العثماني أنشأوا هنالك صحف. ازدهر الصحافي اللبناني وصدر عدد كبير من الصحف. وبهالمرحلة سنة 1924 صدر أول قانون المطبوعات في لبنان. من 36 لل 39 انقسم لبنان إلى كتلتين أساسيتين
الكتلة الدستورية والكتلة الوطنية، وكان لكل من الكتلتين صحفها. ولكن الأهم من هذا، في هذه المرحلة ولأول مرة في دول الشرق الأدنى والأوسط تصدر صحف للأحزاب. المرحلة صدر عدد كبير من الصحف جديدة. في هالمرحلة تعدل كمان قانون المطبوعات. بهالمرحلة الصحافة عانت كتير من المضايقات، بمعنى أنه كتير من الصحفيين أدخلوا السجن. سميت هذه المرحلة مرحلة تأكيد الحرية في لبنان. مرحلة سميناها نحن العهد الذهبي للصحافة اللبنانية. بها المرحلة صدر عدد كبير من الصحف جديدة، وتطورت الصحف التي كانت قائمة. بها المرحلة دخل على الصحف أساليب جديدة في الطباعة. من التسعينات لليوم الصحافة بعدها عم بتحاول إنها توقف أول شيء بوجه المنافسة، منافس التلفزيون ومنافس الانترنت. من هيك عم بتحاول إنها تخلق أبواب جديدة، من هيك عم تحاول إنها تشدد على المهنية في العمل الصحافي. الصحافة اللبنانية كانت الدعم الأساسي للحرية في لبنان، وبصورة خاصة للديمقراطية، إلى درجة أنه هي صمام الأمان للديمقراطية البرلمانية اللبنانية.